وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنامة قادما من مسقط في زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة تستغرق يومين في ثاني محطات جولته الخليجية الحالية. كان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مطار المنامة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وقد أقيمت للرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمية بقصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.